من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم ما قضى عهده ومنهم ما ينتظر وما تبتدئ تبديلا. صدق الله العظيم. من ثمان احمدين في دين القسام، من ثمان احمدين في دين القسام الى دماء خالده في جبل النار، الى شهدائنا في فلسطين، كل فلسطين تنادي عليكم اليوم، تنادي على اكتاف الوفاء لتعلو عليها السلام، لتمنح العدو الصهيوني بان دنيا شهدائنا ليست رخيصه وليست والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والشهداء والصالحين والمرسلين. أيها الجمع الكريم، أحبتنا في جبل النار نابلس وعائلة الشهيد وأبناء قريتي وأبناء فلسطين، والأمس كانت هناك جريمة بشعة ارتكبت من قبل القوات الإسرائيلية، كان ضحيتها شهيد البطل الذي كان محورا ومقداما في مواجهة هذا الجيش القاسم بكل ما يمتلك من إمكانيات وقوة. بالأمس كان مشهدا نضاليا فلسطينيا رائعا عندما قذفت نابلس بأبنائها إلى الشوارع لتواجه هذا الاحتلال الغاشم. نعم، إنه احتلال غاشم، وأداء جنوده في الشارع مثل وصمة عار على كل شعاراتهم وعلى جثثهم، لأنهم كانوا جبناء وأطلقوا النار دون مبرر. إن الإجراءات الإسرائيلية اليوم والتي تمثل هذا الأداء لحكومة الاحتلال اليميني المتطرف ما هي إلا جزء من سياسة هذا الاحتلال القاسم ليمكن المستوطنين وليمكن هؤلاء القناة التطرف إلى مزيد من القتل والإجرام بحق أبناء شعبنا. اليوم
يختلف عن الأمس والأمس يختلف عن أول أمس. يبدأ هذا الاحتلال بأن قوة النضال والدفاع في هذا الدين اليوم الذي لا يعرف الخوف والذي لا يعرف أي اعتبار لقوة الهاشمة تأتي بمراعاته الفلسطينيين والأرواح. إنهم يستهدفون إرادة الشعب الفلسطيني، إنهم يستهدفون هذا الدين، يستهدفون عقولكم ويستهدفون أبناءنا جميعا ليحصلوا إلى رايتهم المفتاحية بإذن الله. لن يصلوا إلى كسر إرادة شعبنا ولن يصلوا إلى إلقاء ذاكرتنا أن الفلسطين حاضرة في عقولنا وقلوبنا وأن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية. بهذه الإجراءات وهذا الخط المتعمد لن يصلوا إلى غايتهم. هم لديهم إمكانيات عالية ومقومات يستطيعوا أن يواجهوا الجيوش بإمكانيات عالية أيضا، ولكنهم كبرياء أمام إرادة هذا الجيل من الشعب الفلسطيني. نعم إنهم كبرياء، وإن أرادوا أن يحتلوا إرادتنا ويكسروا عزيمتنا فعليهم أن يعملوا من أجل إبقاء هذا الشعب عن هذه الأرض ولن يتمكنوا، لأن إرادة الله مع شعب فلسطين. وأي قوة على الأرض تستطيع أن تهزم إرادة الله للشعب الفلسطيني. الرحمة لروح شهيدنا البطل والصبر لذويه والهمة العالية لكل أبناء شعب فلسطين. بارك الله فيكم، وإن شاء الله شهداؤنا إلى الجنة والخزي والعار لجنودهم ولشعاراتهم ولنبذاتهم إن شاء الله. سلام عليكم، سلام عليكم، وأنتم تدركون مثقال نحس الهدى، وأنتم تحيكون كل أكبر الطغاة، وأنتم تقولون للناس في التربية الدرعي غدا ستكون الدوائر ويبقى الحق هو البوصلة. من لا يقاوم سيبقى يساوم، من لا يقاوم سيبقى يساوم، ويقطع في رسالة الأمم التاريخ في مسالم التاريخ. ونبقى الآن مع كلمة ثلاث المواطن طلال دياب عضو مجلس الدولي لحركة كفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله.